مساء الخير متابعينا متابعين طقس العرب الكرام في المملكة العربية السعودية، أسعد الله أوقاتكم بكل خير. سادت اليوم أجواء مغبرة في المناطق الشمالية والوسطى من المملكة، وكانت الأجواء مستقرة في باقي مناطق المملكة. وصلت درجات الحرارة العظمى في العاصمة الرياض اليوم إلى 24 درجة مئوية، أما درجات الحرارة الصغرى التي ستسجلها العاصمة الرياض تصل إلى 10 درجات مئوية وأجواء صافية. درجات الحرارة الملموسة تصل إلى 9 درجات مئوية ونسب الرطوبة تصل إلى 42%، أما سرعة الرياح تصل إلى 14 كيلو متر في الساعة. انتقالا إلى توقعات الطقس ودرجات الحرارة في المدن السعودية غدا نهارا، ونبدأ من المناطق الشمالية. تصل درجات الحرارة في سكاكا نهارا 23، ليلا 4، تبوك 26، ليلا 11، عرعر 21، ليلا 4 درجات مئوية، وأجواء مستقرة ومشمسة في المناطق الشمالية. درجات الحرارة في المدينة المنورة 31 نهارا 19 ليلا، جدة 33 21 ليلا، مكة المكرمة 34 و23 ليلا، والطائف 25 14 درجة مئوية ليلا، وأيضا أجواء مستقرة ولكن في جدة أجواء وغبار خفيف. درجات الحرارة في أبها تصل درجات الحرارة نهارا إلى 24، ليلا 15 23 في الباحة، وليلا 15 جازان 29 والصغرى 25، وأيضا أجواء مشمسة ومستقرة في هذه المناطق. درجات الحرارة في الدمام نهارا 23، الصغرى 13، حفر الباطن 22، ليلا 11، والإحساء 25، ليلا 11 درجة مئوية، وأيضا أجواء مشمسة ومستقرة في هذه المناطق. أما درجات الحرارة في الرياض نهارا 24، ليلا 11، بريدة 24، ليلا 10 درجات مئوية، وحائل 24، ليلا 8 درجات مئوية، وأجواء مشمسة ومستقرة في هذه المناطق أيضا. كان كل ذلك حتى هذه اللحظة، سنوافيكم بباقي التفاصيل خلال النشرات القادمة. شكرا لحسن متابعتكم، ولا تنسوا متابعتنا عبر قناتنا على اليوتيوب وتفعيل زر الاشتراك. إلى اللقاء.